صحيفه ليكيب الفرنسيه الشهيره بتقول فيه ان النجم ليون ميسي لاعب باريس سان جيرمان بيشكك في القدرات التكتيكيه لبوكيتينيو المدير الفني لباريس سان جيرمان من خلال المباريات. ليكيب قالت ان النهارده الاثنين ان بعض المقربين من ميسي نقلوا الشكوك ديت اللي عند ليون ميسي عن طبعا قدره بوكيتينيو التكتيكيه داخل المباريات، وانه لغايه دلوقتي يعني مش قادر يحط التشكيله المناسبه او مش قادر يحط الشكل المناسب التكتيكي لميسي على وجه الخصوص وخاصه على الوجه الهجومي وفريق باريس سان جيرمان. مفيش شك ان فريق باريس سان جيرمان لو تبص كل العناصر الموجوده في كل الخطوط افضل الفرق على مستوى العالم ويضم افضل اللاعبين على مستوى العالم. ليون ميسي بيتكلم على التكتيك ان بوكيتينيو مش قادر يوصل لتكتيك يعني مناسب للنجوم ديت، وهو على سبيل المثال كلنا ملاحظين خلال الفتره اللي فاتت ان ليون ميسي ما بيأديش بنفس قدراته وبنفس امكانياته، وتحس ان هو مش مستريح في الملعب على المستوى التكتيك على مستوى التوظيف، وده اللي يمكن قاله ليون ميسي لبعض يعني الاقرباء منه، بيقول ان بوكوتينيو فقير تكتيكيا، يعني الراجل ما عندوش كرياتيفي، ما بيعرفش يوظف اللعيبه بشكل مناسب، فطبعا اكيد في توتر واضح جدا جدا، وده لاحظناه كمشاهدين من اداء ميسي مع باريس سان جيرمان، يمكن احرازه هدف واحد بس في طبعا الدوري الفرنسي، طبعا ما بيترجمش قدرات ميسي بشكل كبير اللي كنا بنشوفها اكيد مع برشلونه. لسه عندنا كلام كتير جدا، لكن هنشوف كمان الصحف العالميه قالت ايه من خلال المحترف. يلا نبدأ جولتنا النهاردة في صحف العالم، ونبدأ من أسبانيا. جريدة ماركا الأسبانية ركزت طبعا على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد، وكتبت عالي، يعني في مستوى عالي جدا طبعا لأنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد. كمان على مستوى أسبانيا بتكلم على لقاء أتلتيكو مدريد الحاسم في دوري أبطال أوروبا أمام بورتو، وكتبت أوبلاك وسواريز عنوان المعجزة في بورتو. طبعا سواريز طبعا المهاجم أتلتيكو مدريد في طبعا مجموعة صعبة جدا لغاية دلوقتي لن يضمن التأهل أتلتيكو مدريد في هذه المجموعة، والصحيفة يمكن اهتمت بهذا الخبر. كمان اهتمت بفوز رايو فاليوكانو على إسبانيول 1-0 ده في الدوري الأسباني، وكتبت فاليوكانو بين الكبار. صحيفة سبورت الأسبانية ركزت على مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الحاسمة طبعا في دوري أبطال أوروبا، وقد إيه حاجة الفريق الأسباني للفوز. الجريدة كتبت الحل هو ديمبلي طبعا اللاعب الكبير، وكتبت سلاح هجومي أمام بايرن ميونخ. ديمبلي طبعا يمكن اشتهر شوية بالإصابات، ولكن طبعا كل الامال على ديمبلي في المباراه الفاصله امام طبعا العملاق البافاري بايرن ميونخ في تشامبيونز ليج اسبانيا، او على مستوى طبعا اسبانيا في تخوف كبير جدا طبعا، وعلى مستوى محبي برشلونه ان طبعا دايما مباراه بايرن ميونخ وبرشلونه بتكون فيها متعه كبيره جدا جدا، والخوف من تجربه 8-2 وعادتها مره ثانيه، لكن طبعا هنشوف من خلال التشامبيونز ليج هيعمل ايه برشلونه وحظوظه للوصول لدور الثمانيه. الصحيفه كمان تكلمت او تحدثت عن خطه برشلونه للتخلص من لاعبين طبعا قبل طبعا نهايه فتره التوقف الشتويه، وكتبت برشلونه يسابق الزمن للتخلص من لاعبين بعد اللقاء دوري الابطال. اتكلمي كمان عن كريم بنزيما اللي هيغيب عن ريال مدريد امام طبعا الانتر ميلان، وكتبت بنزيما يغيب امام الانتر. طيب صحيفه اس الاسبانيه ركزت الصحيفه ديت على الجوله الاخيره من طبعا دوري المجموعات بدوري ابطال اوروبا، حيث بتتلعب طبعا اربع فرق اسبانيه من اجل طبعا البقاء في المنافسه. الجريده كتبت حياة أو موت طبعا فياريال برشلونة إشبيليا وأتلتيكو مدريد، مباريات بتتلعب من أجل الاستمرار في دوري أبطال أوروبا. طيب
نروح طبعا نسيب اسبانيا ونروح لانجلترا، وخاصه طبعا جريده ذا صن الانجليزيه اللي اهتمت اكيد زي ما بقول لحضراتكم بفوز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس بصعوبه 1-0 في اول لقاء للمدير الفني الالماني رالف رانكين، وكتبت يونايتد يعني متحدين، وطبعا كان فوز كبير وفوز مهم جدا للمان يونايتد. لسه مع حضراتكم في الصحف، ونروح لصحف فرنسا تحديدا ليكيب الفرنسيه اللي اهتمت طبعا بتعادل اولمبيك ليون امام بوردو 2-2، هزيمه سانت اتيان امام رين بنتيجه كبيره 5-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت ليون المعتاده مستمره، معاناه ليون مستمره. طبعا فريق ليون من الفرق ايضا الكبيره في فرنسا، ولكن يعاني بشكل كبير جدا هذا العام وهذا الموسم في الدوري الفرنسي. طيب صحف ايطاليا ركزت بقى، ونروح لصحيفه كوريا دي السبورت، ركزت على فوز اليوفنتوس على جنوا 2-0 في الدوري الايطالي، وكتبت يوفنتوس مع توتر الاعصاب زي ما بقول لحضراتكم، في يعني حاله من الجدل وحاله من القلق الشديده جدا جدا في اليوفنتوس على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري. كمان اهتمت الصحيفه بالصراع زي ما بقول لحضراتكم على لقب الدوري الايطالي ما بين نابولي ميلان والانتر، وكمان موجود اتلانتا كضلع في المربع الذهبي او مربع التنافس في الدوري الايطالي، ويمكن هي بتقول هو ده اللقب، اللقب ما بين هذا الرباعي. يعني زي ما بقول لحضراتكم طبعا هنخش في كل تفاصيل اللي بتكلم فيها مع حضراتكم، تفاصيل الدوري الايطالي هنتكلم عليها يعني بتمعن شويه، وخاصه ملف اليوفنتوس، هنتكلم كمان على الدوري الانجليزي. ما بقول لحضراتكم الجوله اللي فاتت كان فيها يمكن تبادل او الالعاب يعني تبادل المراكز بالنسبه لليفربول، كان متاهل او كان على صداره الدوري، وبعدين تشيلسي وبعدين المان سيتي، يعني كانت جوله رائعه جدا جدا، تفوق فيها طبعا ليفربول وتفوق فيها المان سيتي وتعذر فيها تشيلسي. كمان هنتكلم على ملفات كتيره، لكن بعد الفاصل عندنا ضيف مهم جدا عمر صبحي الناقد الرياضي على مستوى الكره العالميه هيكون معانا هنا في المحترف عشان نتكلم على منتخبنا المصري في طبعا رحلته لقطر وكاس العرب، وكمان طموحاته على إن شاء الله الوصول لكأس العالم 2022. كل ده بعد الفصل.